بالنسبة لخلطة تفتيح الجسم، بنوتة اللي بتقولي أنا عروسة وعاوزة خلطة لتفتيح الجسم، أنا كنت عملت فيديو قبل كده فيه تركيبة من كذا كريم كده حلوين جدا، يا ريت تشوفي الفيديو. بس أنا سريعا سريعا هقولك أنا كنت عاملة إيه. اسم الفيديو روتين العيد، هبقى أعملك منشن عليه. أنا كنت بنصح البنات ساعتها إن احنا نعمل سكراب لجسمنا مرة في الأسبوع أو مرتين لو انتي مستعجلة، سكر وبن وزيت زيتون ومعلقة خل تفاح، او لو مش متوفر الخل مش مشكلة. بنعمل السكراب ده مرة مرتين في الاسبوع على جسمنا، بندعك جسمنا جامد بالسكراب، نغسل جسمنا. السكراب ده بيقشر الجلد الميت، لو في جلد وزة بيبدأ يساعد انه يروح، بينعم الجسم جدا وبيبدأ يساعد في التفتيح. وبعدين بنعمل خلطة كده من كذا كريم بنرطب بيهم يوميا وبعد السكراب. الكريمات دي ايه بقى؟ كريم اسمه لينكس اللي فيه لاكتيك اسيد. لو احنا مش لاقيين لينكس، في كريم تاني طلع جديد اسمه اسبليت، بس لينكس كان ارخص منه شويه. لينكس انبوبه مع بنسينول او بي بنسين، لان البنسينول ناقص دلوقتي، مع كاربامايد، انبوبه كاربامايد. بنخلط التلاته مع بعض وبنحط عليهم اي نقطتين من اي زيت عطري انت بتحبيه، زيت ياسمين، زيت بتاع بيرفيوم من عند الناس اللي بتركب البيرفيومز، وبتخلطي ده كله، بيبقى المرطب بتاعك يوميا كل يوم مرة او مرتين. وبعد السكراب اللي احنا عملناه، الخلطة دي مليانة مقشرات ومليانة مرطبات، هتقشر لي الجلد الميت وتفتح البقع وترطب الجسم. والحمد لله انا جالي فيدباك حلو جدا على التركيبة دي، بنات هنا جربوها وقالوا لي انها جابت معاهم نتيجة حلوة جدا. شوفي برضو الفيديو عشان تعرفي انا خلطت ايه قبل ايه وحطيت ايه بعد ايه. وبإذن الله في فيديوهات تانية هعمل لكم برضو تركيبات تانية تفتح برضو الجسم.